يا جماعة الضمان الوحيد في يسوع، اعمل حساب بنك السماء، تعالى خلينا نغير مفاهيمنا ونعرف ان اعظم رسالة، اعظم رسالة، اعظم رسالة ان نقدم المسيح الى العالم، انه ما يكونش الناس دي اللي بتروح من غير ما تسمع عن يسوع. انت مسؤول زي ما كان بيقول الاخ صامول. هنقول ايه للرب؟ ما الرب قال كده لحزقيال، قال له ايه؟ من يدك اطلب نفس الشرير، اطلب نفس الشرير، هيموت بشره، لكن من يدك اطلب نفس الشرير. لو الرب قال الكلمه دي ليك هيكون موقفك ايه؟ تعالوا قبل فوات الاوان نعيد حساباتنا من جديد، نغير اولوياتنا ونحط الرب هو الاولويه الاولى، ومجد الرب هو الاولويه الاولى، والعمل لملكوت الله هو الاولويه الاولى، وخدمه الرب والمساهمه في عمل ربنا هو الاولويه الاولى في حياتنا.